اليوم 22 دجنبر 2020 كان مقرر يكون وقفة احتجاجية واعتصام ديال المسؤولين النقابيين. قيادة النقابية تعتصم، هي هذه اللي كتشوف أمامك، هاد الأطر ديال النقابة اللي جايين اليوم للمقر ديال الوزارة باش يعتصموا. اعتصام مفتوح، لكن اللي حصل حصل ربما ما كان في الحسبان وربما أكثر. جينا لقينا الوزارة عبارة على تكنة، تكنة بكل ما في كلمة معنى، مسيجة مطوقة بكل أنواع ديال القوات ديال القمع، وما خلاوش حتى شي واحد يوصل للوزاره بواحد الشكل رهيب اللي مازال كتشوفوا الى حد الان. حنا الان في وضعيه ديال المطارده، وضعيه ديال المطارده وديال الحصار في الشوارع ديال الرباط. هذا الوضع هذا كما قلت اللي صعيب نقولوا اننا تفاجئنا به، لكن تفاجئنا فعلا بهذا العنف اللي استمر في حقنا وفي حق المناضلين اليوم. باش نرجع معك للموضوع ديال حنا لا جايين باغي نوقفوا، جايين باغي نوقفوا لان الحوار مع وزير التربيه الوطنيه ما كاينش منعدم. وزير التربيه الوطنيه يمكن لكم تسجلوا فقط انه من 25 فبراير 2019، يعني حوالي سنتين، وهو هذا كان اخر لقاء معه بينه وبين الحركه النقابيه. منذ ذلك الحين الى اليوم ما كاينش تواصل، ما كاين حوار. شنو يمكن تعمل الحركه النقابيه؟ يمكن الا تخرج تحتج. هذا قرار ديال المجلس الوطني ديال البرلمان النقابه 25 نوفمبر، خدينا قرار ديال انه ما يمكنش نبقاو ننتظروا، غادي نخرجوا نحتجوا. وجينا اليوم كنحتجوا، ولكن مع الاسف انتم كتشوفوا هاد العسكره الرهيبه اللي تواجهوا بها المسؤولين ديال النقابيين. حنا اليوم ما عندناش خيار الا غادي نوصلوا كل ما يمكن لكل الاشكال ديال النضال. الاجهزه ديال النقابه ستجتمع وسترد على هاد على هاد على هاد على هاد القمع الرهيب اللي كيتعاملوا به المغاربه بدعوه وبحجه الظروف ديال الصحيه. والحال انه المغاربه كاملين عرفوا بانه ولد الرشيد في العيون جمع 50000 ديال المغاربه اللي تجمعوا في العيون. ما تقالش ليه بانه كاين الحجر الصحي وكاين الوباء وكاين كذا. والمسيرات والاحتجاجات اليوم اللي خارجه في واحد العدد ديال المدن المغربيه، هذه ما عليهاش انه راه كاين ظروف وبائيه وكاين وغير ذلك. حنا ما عندناش خيار الا غادي نتحداو وغادي يتواصل التحدي. هذه بلادنا حنا ما طالبين حد، هذه بلادنا حنا ما طالبين حد اللي كيعتبر بانه كيمن عندنا بشي حاجه غير ياخذها. حنا ما طالبين حد، هذا المغرب ديالنا، وغادي نكونوا يا اما فوق ارضه كرماء واما في السجون ديالو كرماء كذلك.